اهلا بيكم. انتشر الحقيقة خلال السنوات الماضية وبصورة كبيرة جدا على قنوات اليوتيوب او حتى على القنوات التلفزيونية وكذلك على مواقع الانترنت كثير جدا من الفيديوهات والمقالات والكتب اللي بتتكلم عن قضية نشأة الدين الاسلامي بصورة مخالفة لما هو معروف وشائع عبر التاريخ. واعتقد ان المهتم منكم بمواضيع مقارنة او نقد الاديان اكيد شاهد او قرأ عناوين مثيرة وصادمة مثل الإسلام لم يظهر في مكة بل نشأ في البتراء، شخصية النبي محمد ليست شخصية حقيقية، لا وجود لشخصيات الخلافة الراشدة كأبو بكر وعمر، معاوية وخلفاء الدولة الأموية كانوا مسيحيين، الإسلام صناعة عباسية، وغيرها بقى من الموضوعات اللي بيطرحها باحثون أو حتى بينادي بيها بعض المفكرين المسلمين المعاصرين أو ما يطلق عليهم التنويريين. في طربة مرحلة التاريخ الإسلامي اللي احنا فيها من سلسلة ببساطة وتحديدا حقبة الدولة العباسية اللي خلصت فيها معاكم حكايتها خلال الحلقات الماضية، جه بقى معادنا زي ما متعود معاكم من عرض كل وجهات النظر زي ما حصل في حلقة النبي محمد وعصر الخلافة الراشدة وكذلك عصر الدولة الأموية، إني أوضح وأناقش أيضا بالنسبة للدولة العباسية حكاية النظريات الحديثة المخالفة للرواية الإسلامية الرسمية والمتعلقة تحديدا بنشأة الدولة العباسية نفسها وعلاقتها بظهور الدين الإسلامي. ولكن بقى هذه المرة علشان يعتبر خلصت التاريخ المبكر للإسلام، فهلخص معاكم وبشكل مبسط جدا حكاية كل تلك النظريات اللي اتكلمت عن نشأة الإسلام بشكل علمي وحيادي قدر الإمكان، ونقيم بقى مدى صحتها. فنركز بقى مع بعض ويلا بينا نحكي حكايتنا. قبل ما أبدأ لازم أوضح الأول نقطة مهمة، وهي إن هذه الحلقة في مسارها في سلسلة ببساطة كعرض ومناقشة للرواية البديلة عن الرواية الإسلامية بخصوص الدولة العباسية، فهي فقط زي ما ذكرت في المقدمة خاصة بمرحلة نشوء الدولة العباسية نفسها أو النظريات اللي بتربط نشأتها بظهور الدين الإسلامي نفسه، أي ليس برواية بديلة لتاريخ الدولة العباسية الممتد عبر 5 قرون، لأن الإشكالية ببساطة زي ما هنشوف كمان شوية بتكمن فقط في أول قرنين من بداية الإسلام، من أول مولد النبي محمد في حدود 570 ميلادية وفقا طبعا للرواية الإسلامية، وحتى بداية الدولة العباسية في حدود 750 ميلادية. أما بقى التاريخ من بعد كده فبيتواجد عليه الحقيقة بشكل كبير جدا أدلة مادية وتاريخية ولا خلاف عليه تقريبا بين كل المؤرخين والباحثين. طيب نيجي بقى لموضوع حلقتنا. الحكاية ببساطة وبشكل ملخص جدا بتبدأ إن طوال القرون الماضية ما كانش فيه غير رواية واحدة فقط لمعرفة أحداث التاريخ المبكر للإسلام اللي هم أول قرنين من بداية الإسلام زي ما قلت، وهي الرواية الإسلامية الرسمية المعتمدة عند أغلب المؤرخين والباحثين واللي بتدرس حتى في الجامعات والمدارس وما إلى آخره، واللي طبعا عرفنا زي ما قلت تفاصيلها في كل الحلقات الماضية الخاصة بتاريخ الإسلام. طيب إيه بقى الجديد؟ الجديد ببساطة إنه ظهر بداية من 70ات القرن الماضي مجموعة من المؤرخين والباحثين بدأوا كما ادعوا باستخدام أدوات ومناهج البحث العلمي التاريخي، وقاموا بدراسة تلك الرواية الإسلامية الرسمية بجانب فحص ما توفر لهم من أدلة مادية وتاريخية تعود لتلك الحقبة اللي هي أول قرنين من تاريخ الإسلام زي ما قلت، وتوصلوا بقى إلى إن هذه الرواية الإسلامية الرسمية والشائعة ليست رواية حقيقية بل هي رواية مختلقة من قبل مؤرخي الدولة العباسية وفقا لأهواء حكامها بهدف تثبيت حكمهم والأهم تثبيت الدين الإسلامي بشكله الحالي الذي يعتقد أنه قد تبلور وظهر في تلك الفترة أي في عصر الدولة العباسية. ومش كده وبس، لا ده كمان بعد رفضهم لتلك الرواية بدأوا بقى بتقديم نظرياتهم البديلة لتوضيح ما يعتقدوا أنه حقيقة ما حدث خلال تلك الفترة. طيب تمام، تعالوا بقى واحدة واحدة مع بعض كده نحلل الكلام ده ونشوف أولا حكاية الرواية الإسلامية الرسمية، وبعد كده بقى نشوف حكاية تلك النظريات الحديثة. بالنسبة لإشكالية الرواية الإسلامية الرسمية أو القاعدة العامة اللي انطلقت منها كل تلك النظريات، فإحنا الحقيقة عندنا سؤال واحد واضح ومهم، وهو هل نقدر نقول على الرواية الإسلامية الرسمية إنها فعلا رواية
تاريخية مثبتة بشكل علمي بغض النظر عن معتقداتنا وإيماننا الخاص بها؟ الإجابة بشكل علمي إن علماء التاريخ لديهم كده زي تدرج للوثوق أو للحكم على أي رواية تاريخية وفقا لعدة شروط أهمها الحقيقة توافر أدلة مادية وتاريخية عليها. يعني مثلا لو عندنا رواية تاريخية عن حدث ما أو معركة ما موثقة بشكل مادي أثري كنقش لها مثلا مذكورة في كتابات المؤرخين المعاصرين من جانب أصحابها ومن جانب غيرهم من الأمم، وقتها بقى نقدر نقول إن هذا الحدث أو تلك المعركة موثقة بشكل تاريخي ولها درجة صحة أو موثوقية كبيرة. وطبعا بتتفاوت هذه الدرجة مع قلة أو كثرة تلك الأدلة المادية والتاريخية. أما بقى لو فقد الحدث أي من تلك الشروط، يعني مثلا ما كانش له أصلا دليل مادي، لم يذكر في كتابات المؤرخين المعاصرين أو حتى ذكر فقط من جانب واحد، وقتها بقى بتقل درجة موثوقية هذا الحدث بشكل كبير جدا، وهكذا بقى بتتدرج موثوقية أي رواية تاريخية. طيب لو جينا بقى للرواية الإسلامية الرسمية الخاصة تحديدا بأول قرنين من الإسلام، فلا الحقيقة أنه بغض النظر عن الأدلة المادية والتاريخية لها إلا أنها نفسها قد دون في عصر الدولة العباسية أواخر القرن الثاني الهجري، أي لم يعاصر كاتبوها أي من الأحداث التي دونوها، سواء بقى سيرة النبي محمد أو عصر الخلفاء الراشدين أو حتى عصر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، بل ليس فقط التاريخ الإسلامي هو ما تأخر تدوينه حتى عصر الدولة العباسية، بل الحقيقة أغلب إن لم يكن كل التراث الإسلامي ما عدا القرآن من تاريخ وسيرة وتفسير وفقه وأحاديث قد ظهر أوائل وأهم الكتب فيها في عصر الدولة العباسية خلال القرن الثاني الهجري، ولذلك حتى يعرف هذا القرن بين المختصين بعصر التدوين الإسلامي. فعندنا مثلا أول وأهم كتاب متكامل وصل إلينا عن سيرة حياة النبي محمد كان كتاب سيرة ابن إسحاق اللي كلفه الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور بكتابته، واللي لم تصلنا منه الحقيقة نسخته الأصلية، بل عرفنا مختصره الذي أورده المؤرخ ابن هشام اللي عاش أيضا خلال القرن الثاني الهجري. وأيضا طلب الخليفة أبو جعفر المنصور من الإمام مالك كتابة الأحاديث، فظهر لنا في تلك الفترة أيضا اللي هي القرن الثاني الهجري أوائل كتب الحديث وهو موطأ الإمام مالك، ومن بعده بقى في القرن الثالث الهجري في ظل الدولة العباسية أيضا ظهر أشهر كتابي حديث وهما صحيحي البخاري ومسلم. أما بقى بالنسبة للتاريخ الإسلامي فظهر أيضا في القرن الثالث الهجري في ظل الدولة العباسية أحد أهم الكتب الكبرى في التاريخ الإسلامي والمرجع الرئيسي للرواية الإسلامية الرسمية، وهو كتاب تاريخ الطبري أو تاريخ الأمم والملوك لمحمد ابن جرير الطبري، واللي كتب بالمناسبة كمان أقدم كتاب تفسير كامل وصل إلينا والمسمى أيضا على اسمه بتفسير الطبري أو المعروف بجامع البيان في تأويل القرآن. وأخيرا بقى ظهرت المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى هي الأخرى في القرن الثاني الهجري، وانتشرت أيضا كذلك في عصر الدولة العباسية، ولذلك زي ما قلت بيرفع كثير جدا من المختصين والمهتمين بالتراث الإسلامي مسلمين وغير مسلمين شعار الإسلام صناعة عباسية. ولكن إحقاقا للحق فهدف المفكرين المسلمين التنويريين من رفع هذا الشعار كما يدعوا ليس محاولة نقد حقيقة الدين الإسلامي نفسه كما يفعل من يرفع هذا الشعار من الباحثين والمؤرخين غير المسلمين اللي هنشوفهم كمان شوية، بل هدفهم من رفع هذا الشعار هو محاولة تنوير المسلمين بأن تراثهم ليس مقدس، فهو في النهاية عمل بشري لا يمكن معاملته بتقديس مثل القرآن الكريم، وده طبعا بهدف محاولة إصلاح ما يتعلق بهذا التراث من قضايا مسيئة في نظرهم للدين الإسلامي، زي مثلا الروايات التاريخية والأحاديث المسيئة للنبي أو للإسلام بصفة عامة الموجودة في صحيحي البخاري ومسلم وغيرها حتى من الكتب واللي بيتمسك بها شيوخ المسلمين حتى الآن كما يقولوا. فنمط حياة هؤلاء البشر من طريقة أكل وشرب ولبس وتعامل وما إلى آخره قد تحولت بفعل تقديس كتبهم إلى دين ملزم. المهم نرجع لموضوعنا دلوقتي، زي ما شفنا مع بعض في الرواية الإسلامية الرسمية الخاصة بأول قرنين لم تكتب من قبل معاصرين لأحداثها، وبالتالي فلدينا هنا وجهتي نظر في هذا التأخير، وجهة نظر علماء الدين الإسلامي ووجهة نظر الباحثين الأكاديميين. بالنسبة لعلماء الدين الإسلامي الحقيقة فلا يعد هذا التأخير في التدوين إشكالية بالنسبة لموثوقية الأحداث المروية في الرواية الإسلامية، ولا يعد خلل فيها بأي شكل من الأشكال. والسبب ببساطة كما يقولوا أن كل تلك الروايات الخاصة بالتاريخ أو السيرة أو حتى الأحاديث المنسوبة للنبي محمد كانت كلها
محفوظة في الصدور وتتواتر شفاهة عبر الأجيال. فقط انشغال المسلمين بالحروب والتوسعات ونشر الدين وتثبيت أركان الدولة هو ما أخر ظهور الكتب والتدوينات. بل الأهم من كل ذلك أن علماء الدين الإسلامي حينها بذلوا مجهود ضخم جدا في توثيق كل تلك الروايات، بل وابتكروا حتى أدوات ومناهج للتدقيق فيها وبيان مدى درجة صدقها أو كذبها كعلوم الجرح والتعديل والعلل وغيرها. بل هناك حتى من الباحثين المسلمين من ادعى ظهور تدوينات بل وكتب كاملة في فروع التراث الإسلامي المختلفة قبل بداية عصر الدولة العباسية أصلا، تعود حتى للقرن الأول الهجري، ولكنها كما يدعو لم تصل إلينا نسخها الأصلية أو الكاملة، بل تمت الإشارة إليها في كتب لاحقة. مهم في النهاية المسلمون يؤمنون أن كل ما كتب في تلك الكتب وخصوصا التاريخ والسيرة والأحاديث هي روايات تم التأكد من صحة أغلبها إن لم يكن كلها كما يدعي بعضهم في روايات الأحاديث المنسوبة للنبي في صحيحي البخاري ومسلم. أما بالنسبة لوجهة نظر علماء الأديان أو المؤرخين والباحثين الأكاديميين، فكون الرواية الإسلامية الرسمية نفسها قد كتبت بعد أحداثها بقرنين من الزمان فهذا يضعف موثوقيتها التاريخية من الناحية العلمية، وده طبعا بسبب سهولة تعرضها للتحريف بحكم الزمن والتناقل الشفهي، والأهم إمكانية خضوعها لأهواء خلفاء الدولة العباسية اللي كتبت في عهدهم، واللي لا يمكن أن يكتب المؤرخ ما يتعارض مع مصالحهم ورغبتهم. ويمكن وجود الحقيقة عدد كبير جدا من الروايات والأحاديث التي تمجد في بني العباس وفي أحقيتهم بالخلافة لا دليل على ذلك في رأيهم. بالإضافة بقى لنقطة الضعف الأكثر أهمية في نظرهم للرواية الإسلامية الرسمية، وهو افتقارها لأهم شروط موثوقية الرواية اللي قلنا عليهم من شوية، وهما الأدلة المادية والتاريخية الحاسمة، بل حتى تعرضها مع بعض الأدلة المادية الخاصة بتلك الفترة كالعملات المعدنية وبعض النقوش الأثرية المثيرة جدا للجدل اللي هنعرفها كمان شوية. مهم في النهاية فالرواية الإسلامية الرسمية بالنسبة لهؤلاء الباحثين لا يمكن الوثوق فيها من الناحية العلمية. وبالتالي وكملخص لإشكالية الرواية الإسلامية الرسمية، فأقدر أقول إننا دلوقتي عندنا ثلاث وجهات نظر مختلفة حولها، بل حتى حول التراث الإسلامي بصفة عامة. عندنا أولا وجهة نظر عامة المسلمين وعلماء الدين الإسلامي الذين يؤمنوا بصحتها بل ويقدسها بعضهم بشكل كامل، وعندنا ثانيا وجهة نظر بعض المسلمين والمفكرين التنويريين الذين يرفضوا قدسية هذا التراث ويروا أنه عمل بشري خاضع للتحريف ولا يجب تقديسه كما يقدس القرآن الكريم، ولذلك يطالبوا بنزع القداسة عنه والنظر له بشكل نقدي متفحص للوقوف على ما هو حقيقي وما هو مختلق فيه. وأخيرا بقى عندنا وجهة نظر الباحثين الأكاديميين أو علماء الأديان الذين لا يثقوا في التراث الإسلامي وتحديدا في الرواية الإسلامية، بل ويعتقدوا أنها قد تم اختراعها لتثبيت الإسلام وحكم الخلفاء العباسيين. طيب ده كده بالنسبة لإشكالية الرواية الإسلامية الرسمية بكل حيادية. نكمل بقى مع بعض مع أصحاب وجهة النظر الثالثة ونشوف حكاية النظريات البديلة اللي قدموها كبديل للرواية الإسلامية الرسمية الخاصة بتاريخ الإسلام المبكر أو أول قرنين منه زي ما قلت. ببساطة وبشكل عام كده أقدر أقول إننا عندنا في هذا الاتجاه المخالف للرواية الإسلامية نظريتين مختلفتين إلى حد ما. الأولى هي القائلة بأن التاريخ المبكر للإسلام وحياة النبي محمد لم تكن في مكة كما هو شائع، بل ظهرت في بلاد الشام، وأن الدين الإسلامي تطور عبر مراحل حتى اكتمل بشكله الحالي في عصر الدولة العباسية. أما بقى النظرية الثانية فتتحدث عن أن شخصية النبي محمد ليست شخصية حقيقية، وأن البداية الفعلية للدين والتاريخ الإسلامي لم تكن في مكة كما تقول الرواية الرسمية، ولا حتى في الشام كما تقول النظرية الأولى، بل كانت في منطقة بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر أو منطقة خراسان وعلى أيدي العباسيين اللي اكتمل في عصرهم وعلى أيديهم الدين الإسلامي بشكله الحالي كما يقول. نشوف بقى مع بعض تفاصيل كل نظرية وبعد كده بقى نقيم أدلتها. بالنسبة للنظرية الأولى فدي الحقيقة بدايتها كانت في سبعينيات القرن الماضي على يد رواد المدرسة الفكرية المعروفة بـ Revisionist School of Islamic Studies أو المدرسة التنقيحية أو التحريرية للدراسات الإسلامية، واللي أسسها الحقيقة المؤرخ الأمريكي جون وانسبرو
اللي بيعتبر الحقيقة من أوائل من ادعى بأن الرواية الإسلامية هي رواية مختلقة في العصر العباسي، ده غير أنه الحقيقة قدم الخطوط العريضة اللي بنيت عليها الأفكار الخاصة بتلك النظرية، حيث قام تلامذته باتريشيا كرون أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة كامبريدج في إنجلترا والمؤرخ البريطاني مايكل كوك، وتحديدا سنة 1977 بطرح كتابهما المشترك والمثير للجدل هاجرزم ذا ميكن أوف ذا إسلاميك وورلد أو الهاجريين بحث في تكوين العالم الإسلامي. ومن بعده بقى بعشر سنوات كتاب باتريشيا كرون نفسها مكن تريد اند ذا رايز اوف اسلام او تجاره مكه وظهور الاسلام. في الكتابين دول بقى نقدر نلاقي تفاصيل تلك النظريه، حيث ذكر هؤلاء الباحثون انهم بعد ان تخلوا عن الروايه الاسلاميه الرسميه واعتمدوا فقط على الادله الماديه والتاريخيه، توصلوا ان لا وجود لاي ادله ماديه او تاريخيه تشير لوقوع احداث التاريخ المبكر للاسلام او حياه النبي محمد في مدينه مكه التي ادعوا انه لا وجود اصلا لاي ذكر لها ولا حتى لقبيله قريش في اي من خرائط العالم القديم او حتى في اي وثائق تاريخيه غير اسلاميه حتى القرن التاسع الميلادي، بل تشير الادله كما يدعوا لوقوع احداث تاريخ الاسلام المبكر في بلاد الشام. وفصلوا بقى هذا التاريخ المبكر للاسلام انه بدا على شكل حركه سياسيه قائدها هو النبي محمد الذي كان في نظرهم قائد عسكري للعرب في بلاد الشام المعروفين في المصادر التاريخية حينها بالصراصين أو الهاجريين نسبة للسيدة هاجر أم إسماعيل جد العرب أو حتى بالإسماعيليين. مما بيذكروا بعد ذلك أن القائد محمد قام بتوحيد القبائل العربية في بلاد الشام عن طريق التحالف مع طائفة من المسيحيين المؤمنين بعدم إلهية المسيح اللي هم النصارى أو اليهود الناصريين على الأغلب، وكذلك تحالف مع اليهود العرب. وكان بقى هدف هذا التحالف كما يدعوا هو تخليص بيت المقدس أو القدس من قبل الروم المسيحيين المؤمنين بألوهية المسيح أو أصحاب عقيدة الثالوث المخالفين لمعتقداتهم، وكذلك أيضا بهدف بناء البيت المقدس أو بيت الله الحرام كما ذكر في صحف القرآن الأولى اللي ادعوا أن تلك الطائفة هي من ألفته. وبقى بعد كده بيكملوا نظرياتهم أنه فعلا انتصر تحالف العرب هذا على الروم أو البيزنطيين واستولوا على القدس، ولكن توفي القائد محمد ووقع بينهم انشقاق وقتال أو فتنة انتهت بانتصار أحد قادتهم وهو معاوية الذي أسس كما ادعوا الإمبراطورية العربية القوية في تلك المنطقة. ثم بقى أتى بعده الملك العربي عبد الملك ابن مروان الذي عمل على تطوير هذا المذهب التوحيدي لكي يكون دين توحيدي عربي جديد ينافس به ديانة الإمبراطورية البيزنطية المنافسة له اللي هي الديانة المسيحية التقليدية التي تؤمن بالثالوث وألوهية المسيح. ولذلك ادعوا انه قام بجمع صحف القرآن في مصحف واحد وجعل لغته اللي هي اللغة العربية هي اللغة الرسمية لإمبراطوريته، بل وحتى بنى معبد أو مسجد اللي هو مسجد قبة الصخر ونقش على جدرانه العبارات الدينية اللي بتؤكد على شعار هذا الدين الجديد وهو شعار التوحيد المنافس لعقيدة الثالوث المسيحية. وفي النهاية بقى ختموا نظرياتهم بأن هذا الدين تطور مع الوقت حتى وصل لشكله الأخير والحالي في عصر الدولة العباسية بعد تأليف السيرة النبوية والتاريخ الوهمي في نظرهم ووضع بقى بقية التراث الديني كالأحاديث والفقه وما إلى آخره. طيب ده كده ملخص عام لأهم أفكار تلك النظرية، وهنا بالمناسبة لازم أوضح إن هذه النظرية تطورت مع الوقت وظهرت الحقيقة فيها كتب ومقالات كثيرة بتدعم أدلتها وتفاصيلها ككتاب كروس رودز تو إسلام أو مفترق طرق للإسلام أصول الدين العربي والدولة العربية اللي ظهر سنة 2003، وأيضا كتاب محمد أند ذا بليفرز أو محمد والمؤمنون اللي نشر سنة 2010 وأكد فيه صاحبه على فكرة أن الإسلام بدأ كحركة دينية توحيدية لليهود والمسيحيين رغم تمسكه الحقيقة زي ما قرأت بظهوره في مكة كما تقول الرواية الرسمية وليس في بلاد الشام. واخيرا بقى ظهر كتاب الباحث دان جيبسون المثير جدا للجدل Early Islamic Qibles أو القبلات الإسلامية المبكرة اللي نشره سنة 2017 واللي فيه عمل مسح لكل المساجد اللي بنيت خلال أول قرنين من ظهور الإسلام وتوصل إلى أن أغلبها بتشير قبلتها نحو الشام أو نحو مدينة البتراء أو القدس وليس كما هو مفترض أن تكون ناحية مكة. أما بالنسبة للنظرية الثانية المخالفة للرواية الإسلامية فقد ظهرت الحقيقة هي الأخرى على يد بعض الباحثين والمؤرخين الألمان أشهرهم الحقيقة
كارل هاينز أولغ وكذلك بعض أعضاء معهد إنارة الشهير بدراساته وكتبه عن تاريخ الإسلام المبكر. وذكرت الحياة تفاصيلها في عدة كتب، أهمها كتابي كارل هاينز ذات نفسه اللي هو كتاب The Hidden Origins of Islam أو البدايات الخفية للإسلام اللي نشر سنة 2007، وأيضا كتاب Early Islam أو الإسلام المبكر اللي نشر سنة 2013. بتقول بقى تلك النظرية بأن الإسلام كدين لم يظهر لا في مكة كما تقول الرواية الإسلامية ولا حتى في بلاد الشام كما تقول النظرية السابقة، بل ظهر في منطقة بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر على يد مجموعة من العرب المسيحيين المؤمنين بمذهب مهرتق ومخالف للمسيحية التقليدية، حيث آمنوا بأن المسيح هو عبد الله ورسوله وليس إله، وبالتالي فقد آمنوا بالإله الواحد، بل وحتى استخدموا عبارة التوحيد الشهيرة لا إله إلا الله وحده. والأغرب بقى من كل ذلك أنهم كانوا يطلقوا على المسيح لقب محمد أي المختار في لغتهم، وبالتالي فكلمة محمد لم تكن في نظر أصحاب تلك النظرية اسم علم، بل كانت لقب أو صفة ليسوع أو المسيح. وأنا بالمناسبة بيشبه البعض مذهبهم هذا بمذهب المسيحية النسطورية أو مذهب الطائفة الإبونية، اللي طبعا وضحت معتقداتهم معاكم في حلقات المسيحية. المهم بتكمل النظرية بأن هؤلاء العرب تمكنوا من الوصول للحكم بعد انهيار الإمبراطورية الساسانية في حدود 650 ميلادية، بل وكونوا إمبراطورية عربية امتدت حتى بلاد الشام. وفي تلك الفترة بقى بيدعي أصحاب تلك النظرية أنه تم تطوير مذهبهم على يد حكام تلك الإمبراطورية اللي هو معاوية وعبد الملك بن مروان، لكي يكون في طريقه ليصبح دين جديد بعد ذلك. واستدلوا بقى على ذلك ببعض العملات المنسوبة لهم في تلك الفترة والمعروفة بالعملات الساسانية العربية، وتسمت كده بالمناسبة لأنه عليها نقوش ساسانية وعربية، وهو ما يعد دليل في رأيهم على صحة استنتاجهم، بل حتى فسروا بعض تلك النقوش بشكل يثبت نظريتهم، مثل اسم عبد الملك بن مروان اللي قرأوه عبد الملك من أهل مرو، أي منسوب لمدينة مرو أحد أهم مدن منطقة خراسان في منطقة بلاد ما وراء النهر، وكذلك أيضا نقش لقب أمير المؤمنين اللي موجود على تلك العملات اللي ادعوا أنه لقب خاص بمذهب هؤلاء العرب المسيحيين ولم يكن من ألقاب الخلفاء المسلمين غير الموجودين أصلا في رأيهم. ونفس الأمر أيضا بينطبق على العبارة الشهيرة جدا محمد رسول الله المنقوش أيضا على تلك العملات، اللي تعني في رأيهم عند هؤلاء العرب المسيحيين مختار رسول الله اللي هو لقب المسيح زي ما قلت، فمحمد بيعتبروه صفة وليس اسم شخص. المهم بيكملوا نظريتهم أنه في عهد تلك الإمبراطورية وتحديدا حكم حاكمها عبد الملك ابن مروان أو كما يقولوا بقى عبد الملك من أهل مرو، تم نقل أفكار ومعتقدات هذا المذهب من بلاد فارس إلى بلاد الشام، وتم تكوين هناك صحف القرآن، وبالتالي بداية تشكل الإسلام كدين جديد. حتى ظهر بقى في منطقة خراسان القائد أبو مسلم الخراساني الذي انتصر على الحكام الأمويين وأحرق كل كتبهم، وبالتالي بقى بدأ من بعده الحكام العباسيين بوضع الشكل الأخير والحالي لهذا الدين الجديد، اللي حتى بيقول بعضهم ان ربما اتت تسميته من القائد ابو مسلم الخراساني. ولذلك في رأيهم بيفسر هذا الامر غياب مصطلح الاسلام والمسلمين من كل الوثائق التاريخية حتى عصر الدولة العباسية. مهم يفسروا فكرة صناعة الاسلام في العصر العباسي بقيام علماء الدين العباسيين، واللي اهمهم طبعا في رأيهم الطبري والبخاري ومسلم، اللي كانوا كلهم من منطقة خراسان موطن العباسيين، بوضع الرواية الإسلامية المزيفة وكذلك وضع السيرة الوهمية للنبي الوهمي في نظرهم، وأيضا الأحاديث المنسوبة له، وأخيرا وضع فقهاء الدولة العباسية لتشريعات هذا الدين الجديد اللي نقلوها كما ادعوا من التلمود البابلي اليهودي اللي كان منتشر في منطقة العراق وبلاد فارس. ولذلك في رأيهم بيتشابه الفقه والتشريع الإسلامي مع الفقه والتشريع اليهودي، خصوصا في الحلال والحرام وحتى في تشريعات الزواج والطلاق والمواريث وغيرها، كتحريم أكل الدم ولحم الخنزير، السماح بتعدد الزوجات، السماح لرجل بتطنيق زوجته، ضرورة انتظار المطلقة لثلاث أشهر قبل زواجها بآخر ليشهر العدة، جلد ورجم الزاني، وجود الختان، وغيرها بقى كثير جدا من التشريعات المتشابهة. طيب ده كده بشكل ملخص وحيادي حكاية هذا الاتجاه المخالف للرواية الإسلامية بنظريتيه المختلفتين في بعض النقاط والمشتركتين الحقيقة في نقاط أخرى زي ما شفنا.
نيجي بقى لآخر جزء في حلقتنا ونقيم مع بعض أدلة واضعي تلك النظرية ونشوف نقاط ضعفهم أو النقد اللي وجه لهم. الحقيقة أولا كل تلك النظريات اعتمدت بشكل واضح زي ما شفنا كما ذكر حتى وضعوها على تنحية الرواية الإسلامية الرسمية والبدء بوضع الرواية التي تخبر بها الأدلة المادية المتمثلة بشكل أساسي في العملات المعدنية والنقوش الأثرية اللي بتعود لأول قرنين، وكذلك على الأدلة التاريخية المتمثلة في كتابات المؤرخين غير المسلمين المعاصرين لتلك الفترة، وكذلك أيضا بعض التدوينات الدينية للطوائف المسيحية واليهودية المهرطقة اللي عاشت أيضا في تلك الفترة. مهم عشان وقت الحلقة فأنا هسيب في المصادر روابط الحلقات اللي اتكلمت فيها بالتفصيل عن كل تلك الأدلة في سياقها، سواء الأدلة الخاصة بعصر النبي محمد أو الخاصة بعصر الخلفاء الراشدين أو حتى الخاصة بعصر الدولة الأموية، ولكن بصفة عامة أقدر ألخصها معاكم كما يلي. بالنسبة لأول نوع من الأدلة المادية وهي العملات المعدنية، ففي حقيقة مثيرة بتقول إن كل العملات المعدنية المكتشفة من أول عصر النبي محمد ومرورا بعصر الخلفاء الراشدين وحتى عصر عبد الملك بن مروان خامس الخلفاء الأمويين وفقا طبعا للرواية الإسلامية الرسمية، كلها بتحتوي على رموز مسيحية أو رموز يهودية أو حتى رموز فارسية زرادشتية زي ما احنا حتى شايفين قدامنا بعض الأمثلة. وطبعا وضحت قبل كده وجهة نظر العلماء المسلمين اللي بيفسروا هذا الأمر بانشغال المسلمين بالتوسعات العسكرية وتثبيت الدولة، وكذلك تعود العرب على تداول هذه العملات، وإنه بدأ تعربها في عصر الدولة الأموية خاصة في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان عن طريق تخلصها من العبارات والصور الأجنبية واستبدالها بعبارات إسلامية وآيات قرآنية. ولكن الحقيقة لم تقنع هذه التفسيرات هؤلاء الباحثين والمؤرخين اللي بيعدوا الحقيقة هذه العملات من أهم وأقوى الأدلة المادية التي تدعم نظريتهم. طيب ده بالنسبة للعملات. بالنسبة بقى لتاني نوع من الأدلة المادية وهي النقوش الأثرية، فهي الأخرى الحقيقة مثل العملات مثيرة جدا للجدل، إذ تحتوي بعضها هي الأخرى على رموز مسيحية وخصوصا الخاصة بمعاوية أول حكام الدولة الأموية في الرواية الإسلامية وأول حاكم للإمبراطورية العربية في تلك النظريات، وكذلك أيضا وجود التأثير اليهودي بوضوح في فنون القصور الأموية الخاصة بالخليفة هشام بن عبد الملك والخليفة الوليد ابن يزيد من بعده، وحتى المساجد الباقية اللي بتعود لتلك الفترة كالمسجد الأموي بدمشق بيذكروا أنها كانت في الأصل كنائس أو معابد خاصة بتلك الفرق اللي انشق منها الإسلام كما ادعوا، وأن المسلمين حولوها لمساجد فيما بعد، فلا توجد في نظرهم لأي مساجد إسلامية خالصة مبنية قبل العباسيين. وحتى الآيات والنقوش المكتوبة على مسجد قبة الصخرة بيفسروها على أنها هي الأخرى خاصة بتلك الفرق اللي وضعت صحف القرآن الأولى كما يدعوا. وطبعا هنا بيرد علماء الدين الإسلامي وكذلك بعض الباحثين بأنه توجد مساجد عديدة تعود لعصر الدولة الأموية كمسجد عمرو بن العاص مثلا في مصر، وبالطبع بيرفضوا فكرة أن تكون المساجد الأولى كالمسجد الأموي كانت في الأصل كنائس أو معابد. وطبعا دي قضية لا يمكن الحقيقة البت فيها بشكل علمي إلا من خلال فحص تاريخ وبنية تلك المساجد. أما بقى بالنسبة لوجود تماثيل ومنحوتات يهودية في قصور الخلفاء الأمويين، فلا مشكلة أبدا في ذلك في رأيهم، لأن الإسلام يؤمن بما جاء من قصص في التوراة بتمثلها تلك المنحوتات كقصة الملكة بلقيس مع الملك سليمان المذكورة في القرآن والمتجسدة في قصر عمرو. طيب ده كده بالنسبة للأدلة المادية أو الأثرية. نيجي بقى للأدلة التاريخية المتمثلة في كتابات المؤرخين غير المسلمين المعاصرين لتلك الفترة، واللي بالمناسبة جمعهم بشكل موسوعي الحقيقة المؤرخ الأمريكي روبرت هولند في كتابه Seeing Islam as Others Saw It، أو رؤية الإسلام كما يراه الآخرون، ودي طبعا ناقشتها مع الأدلة المادية بالتفصيل في سياقها في الحلقات اللي هسيبها في المصادر، ولكن برضو بشكل ملخص كده زي ما قلت على الأدلة المادية أقدر أقول إنه فعلا معلومة إن كل كتابات المؤرخين المعاصرين لتلك الفترة اللي هي أول قرنين من تاريخ الإسلام لم يرد فيها أي ذكر لكلمة إسلام أو مسلمين هي معلومة صحيحة. ولكن رغم ذلك الحقيقة بتعتبر الأدلة التاريخية مثيرة جدا جدا للجدل ومتضاربة نوعا ما، لدرجة إنه بيعتمد عليها مناصري
ومعارضي الرواية الإسلامية، وأعتقد ده واضح لما ناقشتها قبل كده بالتفصيل. المهم نركز مع بعض واحدة واحدة وناخدهم كده مع بعض بشكل ملخص. نبدأ بأقدم مخطوطة معاصرة لتلك الفترة، وهي مخطوطة القس السرياني توماس اللي أشارت لانتصار تحالف العرب بقيادة القائد محمد على الروم في أرض فلسطين كما تقول النظرية الأولى، ولكنها في نفس الوقت بتعد أول ذكر تاريخي صريح للنبي محمد، وبالتالي بتثبت وجوده التاريخي اللي بينفيه أنصار النظرية الثانية، والذي أثبته أيضا المؤرخ الأرمني الشهير جدا سيبايوس عندما ذكر في كتابه التاريخ الأرمني أنه ظهر بين العرب أو الإسماعيليين نبي اسمه محمد، وأنه دعاهم لعبادة رب جدهم إبراهيم إلى آخر الرواية. أما بقى المثير الحقيقة بشأن كتاب سيبايوس أنه أشار فيه بعد ذلك للرسالة التي أرسلها معاوية ملك الإسماعيليين أو العرب للإمبراطور البيزنطي حينها، والتي تدل على مذهب معاوية التوحيدي المناهض لمذهب البيزنطيين البياع الثالوث اللي بيفسره المسلمون بالإسلام، وبيفسره أصحاب النظريات بالمذهب المسيحي التوحيدي اللي تطور للإسلام. بعد كده بقى عندنا سجلات خوزستان اللي بتشير لهجوم العرب بقيادة القائد محمد على كل من الفرس والبيزنطيين، واللي بيفسرها المسلمون بالفتوحات الإسلامية لبلاد فارس والشام المذكورة في الرواية الإسلامية، بينما بيفسرها أصحاب النظريات بتوسعات التحالف العربي المعتنق للمذهب المسيحي اليهودي. بعد كده بقى عندنا الحوليات المارونية المثيرة جدا للجدل اللي بتشير بوضوح لمسيحية معاوية في رأي أصحاب تلك النظريات، حيث ذكرت تنصيبه كملك في القدس في مكان صلب المسيح المعروف بالجلجثة، وكذلك نزوله لقبر مريم العذراء والصلاة حتى بداخله. بينما هنا بقى بيرد العلماء المسلمون بأن ذلك لا يشير بالضرورة لكون عقيدته مسيحية، فقد يكون فعل ذلك رغبة منه في كسب ود المسيحيين، وأنه أصلا لا حرج في رأيهم في صلاته في قبر مريم العذراء، بل حتى بيستشهدوا بالحليات المارونية نفسها على عقيدة معاوية الإسلامية، حيث تذكر الحليات لاحقا هتاف المسلمين الشهير جدا الله أكبر من قبل جيوش معاوية خلال معاركهم مع جيوش الإمبراطورية البيزنطية بقيادة القائد عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وفقا للرواية الإسلامية. ويمكن هنا الحقيقة بيبان ليه بقول إن الأدلة التاريخية مثيرة جدا للجدل وبتفسر بأكثر من تفسير من كلا الاتجاهين. وأخيرا بقى عندنا الكتابات الخاصة بالمؤرخ السرياني جورج راشيوني الذي ذكر قيام معاوية بإبرام معاهدة سلام مع الإمبراطور البيزنطي لكي يتفرغ لصراعه مع أبي تراب أو علي اللي هو أمير الحيرة، والذي في النهاية استطاع معاوية هزيمته في موقعة صفين المذكورة حتى في الرواية الإسلامية، ولذلك بيستشهد بها الحقيقة كلا الطرفين كلا بوجهة نظره وتفسيره. طيب ده كده بالنسبة لملخص الأدلة المادية والتاريخية ونقاط قوة تلك النظريات ونقدها. نيجي بقى لنقاط ضعفهم، ونبدأ بأول وأهم نقد الحقيقة وجه لكلا النظريتين أو الاتجاه المخالف للرواية الإسلامية عموما، وهو قوة وحبكة تفاصيل الرواية الإسلامية اللي بتقدم الحقيقة رغم بعض الثغرات ورغم قلة الأدلة المادية والتاريخية تفاصيل دقيقة جدا جدا لأحداث وشخصيات كثيرة ومتداخلة بشكل يصعب الحياة عقليا ومنطقيا تقبل أن تكون رواية مزيفة أو مختلقة كما تقول تلك النظريات، فضلا الحياة عن صعوبة تصديق اتفاق كل الفرق والمذاهب الإسلامية رغم الخلافات الحادة فيما بينهم على الصورة العامة للرواية الإسلامية رسمية، بل حتى لم تخرج أي فئة منهم تقول مثلا بمسيحية أو يهودية أي من الخلفاء الأمويين، رغم الكره الشديد جدا لهم سواء من فرق كثيرة كالشيعة أو الخوارج أو حتى من قبل الخلفاء العباسيين اللي كتبت أصلا في عهدهم الرواية الإسلامية. بل الأكثر غرابة الحقيقة من كل ذلك هو عدم ذكر الأمويين اللي نجوا وفروا من إبادة العباسيين إلى الأندلس لأي رواية أو سردية مختلفة عن الرواية الإسلامية العباسية. فببساطة شديدة كان يمكن لهؤلاء الأمويين على الأقل أن يكذبوا رواية أعدائهم العباسيين، بل حتى عقيدة الأمويين التي أدخلوها إلى الأندلس عندما فروا من العباسيين كانت هي الدين الإسلامي بشكله الحالي الذي يدعي أصحاب تلك النظريات أنه اختراع عباسي وأنه ظهر على أيديهم بعد إبادة الأمويين. وأيضا بتفتح الحياة النظريتان سيلا من الأسئلة المحيرة، فمثلا لو كان الإسلام صناعة عباسية فارسية وأنهم تحكموا في تشكيله، فلماذا إذن لم يتم نسب الفضل لهم؟ لماذا لم يجعلوا أصلا أحداث التاريخ المبكر للإسلام في بلادهم في بلاد فارس أو خراسان وجعلوها في مكة؟ ده غير تعارض بعض أفكار تلك النظريات مع بعض الأدلة التاريخية
كفكرة النظرية الثانية من عدم وجود شخصية النبي محمد، وأن اختراع المؤرخين العباسيين في حين أنه ذكر بالاسم في مخطوطات القس السرياني توماس وكتاب سيبايوس وغيرها بقى. الحقيقة كثير جدا من علامات الاستفهام التي تقف عائق أمام قبول تلك النظريات بشكل مريح كرواية بديلة للرواية الإسلامية، رغم اعتمادها الحقيقة على أدلة مادية وتاريخية قوية في مقابل كل الأدلة المادية والتاريخية للرواية الإسلامية. بس كده وصلنا لنهاية حلقتنا، اللي أعتقد أن طرحت فيها بشكل حيادي قدر الإمكان كل ما يتعلق بنظريات نشأة الإسلام والرواية البديلة لنشأة الدولة العباسية وفقا لما اطلعت عليه حتى الآن. ما تنسوش بقى تبصوا على المصادر وخصوصا الحلقات اللي قلت لكم عليها عشان توضح الصورة أكتر مع حلقة النهاردة. سلام.